واكيد في الوسيط بمسائل تانية كتير. شكرا استاذ محمود شوقي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك على كل المعلومات اللي قلتها لي. خلينا اقول لكم ده بعد اللقاء على طول من استاد 8 مايو 1945 استاد وفاء الصيف او استاد اللي اتلعب عليه اللقاء، وده بقى اللقاء ما بين كابتن محمد يوسف و استاذ العامل فاروق، هيتكلموا على المكافاه اكيد يعني. يوسف واخده على جنب كده هيظبط بقى يعني موضوع موضوع مش محتاج فشل انا بعرف كل حاجه بس بدكن. لا بس هم صراحه لعيبه الاهلي يستاهلوا كل حاجه، يستاهلوا كل حاجه، يستاهلوا كل حاجه. لا طبعا مين ده؟ اسلام محارب، ممكن يبقى في حاجه في الانكل دي، زكت انكل كده كان انكل، لا كانت خرج الضمه، كانت الضمه بيشتكي الضمه لما وقع من عضله الضمه، لازم يلطشها في اول ست دقائق، ما كانش جاله لا ضمه ولا فتحه ولا الكره اللي جات له. اوكي، وده طبعا اجواء مش هتشوفوها غير عندنا، ده اسلام محارب يعني ان شاء الله الرحمن تبقى يومين ثلاثه والدنيا هتبقى زي الفل. سامي قمصان طبعا لاعب مجيد، مجيد عامل، احمد حمدي، احمد حمدي، كل اللعيبه طبعا يعني. محمد هاني النهارده نزل قفل الناحيه اليمين برضو ساعد مع احمد، نتكلم على التغييرات على الحته الفنيه كمان يعني كيفيه مواجهتها يعني. سعد سمير بحييه طبعا جدا جدا رغم اي شيء، لكن راجل جدا غايب بقاله فتره. العملاق النهارده شريف كوليبالي، انت كابتن سيد في ماتشات قبل النهائي لما يبقى عندك عنصر واحد غاب ويرجع تبقى الدنيا موزونه، اما يبقى عندك سته راجعين من اصابه ويدخلوا في التشكيله الاساسيه اللي قاعدين برضه، ده وبرضه راجع على ترتان، وميدو جابر على ترتان، راجع على ترتان قبل النهائي ووفاء الصيف. عايز اقول لكم معلومه في منتهى الاهميه، أأكد بس على كلام كارترون. كارترون قال ان احنا واجهنا فرقه صعبه مش سهله، وقال كمان ان انا سعيد بعوده اللعيبه وان احنا هنشتغل على اللي جاي باذن الله، ده كلام كارترون. قال كمان رشيد الطوسي المدير الفني لوفاء الصيف، قال ان احنا قابلنا فريق عنيد جدا هو النادي الاهلي، فرقه من الصعب ان انت تكسبها، وان انا لو ما اصطدمتش بالنادي الاهلي كان سهل جدا ان انا اروح النهائي. ده يعني كلام المديرين الفنيين المغربي والفرنسي. اللعيبه علاقتهم ببعض كانت رهيبه جدا باستثناء يمكن الكره بتاعت وليد ازار له في اول اللقاء وقع، وده تعدي ما فيش مشكله يعني. علاقه الجميع كانت فوق الممتازه وفوق الجيده جدا 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 وفوق الجيده وفوق الممتازه. كل اللقاء بشكل رهيب خرج احسن ما يكون حتى في المستوى المدرجات يا كباتن. الناس ما شفناش دي اللي عايزين نتكلم فيها دي يا كابتن. هو كان في واحد شنبوخ بس كده بس عايزين نتكلم. بص